بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنا
ربنا فاغفر لنا.